جسمه يكون مغشوش، وخصوصا يا جماعه في قضيه الاكل لا تغش الناس لاكلهم خصوصا. يعني بعض الحين جاك واحد اعطاك مبلغ قال سوي اعلان، وجاك يعني اكل ما ينبغى، لا نظافه ولا جوده ولا شيء، وانت سويت الاعلان طيرته طيرته مره فوق، ثم جاوا الناس وغشوا، تفقد الثقه. اكل اذواق ايه والله، على اكل اذواق صح، بس في شيء يتفقون عليه الناس انه مو جيد. في سؤال انا ودي اسال اذا تسمح لي وعد. اسلم. هل تظنون او قاطعت؟ لا لا انا قلت اثنين ابشرك. قلت انت اذا شديت حيلك بتجيب نقطه ثالثه بس. الله ايوه ما شد حيل الرجال. هل تظنون ان القصه او الحاله هذه كلها موطن فتنه؟ اوضح اكثر. الان يقول لك المشهور يقول يا اخي جاني عرض وفي فلوس. التاجر يقول او اللي يبغى الاعلان يقول هذه فلوس وهذا منتجي سوق لي. التمحيص والفحص والتدقيق وشوفة المنتج هل ينفع ولا ما ينفع، هذا يبغى له يمكن يقعد فترة علشان يرد خبر لهذا، وهذا يقول ايوه هذاك يقول عندي افتتاح الخميس الجاي وابغاك ضروري، راح بس بجوالك تعال شرفنا وكذا. زين هل تظنون ان هذه فعلا من اللي يعني تقول بعضهم ممكن يطيح بدون ما يطيح على ما يقولون متساوي، يروح على طول يهب هبه يعني؟ انا عشان من الناحية دي ببشرك الآن ترى صار في ضبط من وزارة التجارة هنا إنه حتى في بعض المنتجات، والآن في بعض المشاهير إذا ما أرسلت له